بالأخير سألتهم مين من الوقت مفتح الأذنان صدق شوية صمت تسمعون هنا سألت رأسا مثل عادة شفتي شيء قالت أيوة قلت لها مين قال يسوع قلت شيء قال نعم قالت لي كلمتين بس قلت لها معلش فوصفت شو شافت وشو قالت نور قوي بعد مدة شافت المسيح بثوب أبيض كأنه بالسماء مشهد القيامة يمكن هيك عم تقول ميرنا وقال هالجملتين التالتين أعطيتكم إشارة لتمجيدي تابعوا طريقكم وأنا معكم وإلا انتهت الرسالة قلت له وقت ما عاد قال شيء شو عمل قال بقى يمكن لاحظته بآخر انخطاب كيف رفعت إيدها وهي غايبة ورسمت إشارة صليب ثلاث مرات وحتى أصابع الإيد بتذكر بأصابع إيد الكاهن وقت يبارك الأساس تبعت بظن كلكم سبعة برجع بذكر برجع بذكر بتشوفوها على الفيديو بعدين بذكر بعبارة يسوع اللي قال لميرنا وهي مدعاة لتأمل كبير وتأمل مخيف بالنتيجة كله رجاء ولكن كلام الرب أوقات ينطوي على تهديد بين كل المسؤوليات أعطيتكم إشارة لتمجيدي تابعوا طريقكم وأنا معكم وإلا كل واحد نشكر الرب ونطلب منه هو يعطينا نعمته لحتى نحسن نتابع الطريق اللي هو بيريد منه وبيريد نمشي عليه